بقى كان السؤال، الاختيارات بصيتوا على كل الانديه بنفس الشكل يا كابتن؟ هقول لحضرتك كابتن ربيع عذبنا. مش مشكله، كله عشان يعني خاطر مصر. احنا رحنا الصعيد بالمنيا، باسوان، بالجونه، رحنا اسكندريه، رحنا المنصوره، رحنا عملنا في القاهره، رحنا القليوبيه، رحنا المنوفيه، رحنا الدقهليه، كل ده كان فيه تجمعات منتخبات مناطق، واتفرجنا على اكتر من عدينا ال 500 او 550 لاعب شافوا كابتن ربيع. بالعكس لحد دلوقتي كابتن ربيع بيفتح الفرصه لجميع اللعيبه، هو عنده قوام، الحاجات الفنيه انا ما بحبش اتكلم فيها خالص، هو عنده قوام اساسي بتاعته، وبيحب اي حد بيظهر بيحب الكابتن ربيع. شو دليل ان جايب 30 لعيب، 30 لعيب نفس النسبه اللي هيلعبها المجموعه الاولى مباراتين، المجموعه الاولى هتلعب مباراه يوم 27 الجمعه مع نادي النصر، ومباراه ثانيه يوم 30 مع طلائع الجيش، ما بيلعبش غير مع فريق اول او منتخب. المجموعه الثانيه هتلعب مع يوم الخميس مع اير سبورت، ويوم 31 مع الشرطه. كل ده معمول في المعسكر، معسكر مفتوح. بيدي الكميه اللي بيديها هنا بيديها هنا، بيدي الولد فرصته مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بيدي براح جدا للعيبه اللي مره واثنين، ويدي ويعمل كل حاجه. كابتن ربيع مدي للعيبه اكتر من فرص عشان يشوفها، بل بالعكس لما بيشوف لعيب مميز من المجموعه الثانيه بيضمه على طول في ساعتها، ما بيستناش. طيب بيضم اللعيبه على طول في ساعتها. اللفه دي بقى اللي انتوا رحتوا فيها محافظات كتيره وتعبتوا فيها عشان تختاروا افضل لاعبين، هل نقف عندها ونقول ان فعلا التعب ده بيكون بيسفر عن عناصر مهمه قدرتوا تحصلوا على خدمات لاعبين مش اهلي وزمالك وسموحه؟ لا 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 لا، يعني احنا عندنا لعيبه من القسم الثاني والثالث بالظبط اساسيين. حسيت ان اللعيبه دي بتكون مظلومه ومحتاجه ان دايما يكون الاجازه الفنيه بتروح وبتدور هناك؟ لا لا، كابتن ربيع موضوع الظلم ده بعيد عنه خالص. لا لا لا، انا قصدي اللاعبين بيكونوا مظلومين ان مش دايما مش في الانديه الكبيره. دليل احنا كان معانا في لعيبه في بطوله شمال افريقيا، لعيبه من الاولمبي ولعيبه من المنصورة ولعيبة مش من دوري ممتاز وبيلعبوا السيء. لا كان معانا لعيبة ومعانا حاليا لعيبة مش في، حتى لو بص على القايمة هتلاقي عندنا الأهلي والمقاولين والقناة، عندنا لعيبة كتيرة جدا من القسم الثاني. كابتن ربيع بيروح يتفرج على القسم الثاني وعندنا لعيبة كتيرة جدا من الأندية الثانية.